التحضيرات للمواسم والمهرجانات بمدينة المحمدية. أشنو الجديد في المهرجانات في المحمدية تعلم؟ هو في الحقيقة بالفعل احنا بدات الفترة ديال تهيئ المواسم والمهرجانات المحمدية. مستقبلا كان واحد الاقتراح ديال تنظيم واحد التظاهرة قبل شهر رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم، غتكون في 18. الا انه كاين واحد الاختلاف في الرأي، كاين واحد المجموعة ديال الاخوان كيطالبوا انه الفروسية تكون في الحلبة ولا في الارض المجاورة للمركز التجاري مرجان، وكاين واحد الطرح اخر اللي كنا كنتبناو حنا شخصيا اللي هو ملعب الفروسيه ولا حلبة الفروسيه بالمجاوره ملعب باشير. حنا كنا كنقولوا ملعب باشير، علاش ملعب باشير؟ لان كنا كنشوفوا من جميع الزوايا. اولا الطاقه الاستيعابيه ديال الارض المجاوره للمرجان لا تقدرش مثلا تستوعب كاع الفرق المشاركه اللي غتبقى تشارك، وكعرفوا هذا الميدان ديال الفروسيه التقليديه هذا واحد المورود الثقافي، ما يمكنش تعزل واحد الشخص وتستثني شخص اخر. لان ملي كنتكلموا هنا كنتكلموا على واحد المورود عربي وسميتو اللعب ديال الفروسيه، دونك واحد الانسان جا بغى يلعب ما يبقاش تقول ليه ما تلعبش. دونك حنا ملي كنقولوا ملعب البشير لان الطاقه الاستيعابيه ما تستعملش، ثانيا لان الحلبة الفروسيه اللي ولا الارض المجاوره للمرجان هي كذلك مجاوره لطريق السيار، وحنا في محادثه طريق السيار كنشوفوا حتى من الناحيه الامنيه على انه كاين السيارات ربما اللي كتم غادي في 120 هي السرعه ديال 120 على طريق السيار، فانسان مثلا غادي بصيغ مع وليداته في طريق السيار تكيتفاجئ مثلا بطلقات ناريه وشحال غيتخلع، طبيعي الحال غيتخلع. دونك من شانه ان يتكمل بعد الحوادث لا قدر الله. ثانيا انه في الحلبه ديال 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 المرجان هي كذلك مجاوره للتجزئه السكنيه ديال رياض السلام وديال النهضه، وحنا كنعرفوا الواقع اللي كاين تما في هذه الاحياء الشعبيه. دونك حنا ملي كنقولوا تمايا، ثالثا هذا الخيل وهذا ملي كيبغيو يعوموا الخيل كتعرف الخيل في الموسم خصهم يعوموا، دونك ملي كيعوموا غادي يهبطوا للبحر ضروري، قريب لهم تما البحر غادي يهبطوا للبحر. وحنا في بدايه شهر الصيف وتما مجاورين يعني شاطئ مونيكا وشاطئ الصابليت، فبالتالي انه الناس ديال الخيل ديال الفروسيه كيهبطوا الجيه ديالهم باش تستحم في البحار، بينما المواطنين جايين كيصطافوا وهذا كيتناقض من ناحيه التلوث ولا من ناحيه البيئه ولا من ناحيه هذا. داك الشيء علاش كان عندنا حنا بعد النظر وقلنا مثلا الانشطه ديال الفروسيه حنا ماشي ضدها، انما تكون مثلا في حلبه ديال ملعب باشير، لان حلبه دارت من اجل هاد التظاهرات، وهي كذلك مزوده بالماء وبالكهرباء، وكذلك هي سيكوريزي يعني محدده من ناحيه الامنيه. من جهه اخرى هناك خلاف بينكم وبين الفيدراليه ديالكم والفيدراليه ديال جهه الدار البيضاء الكبرى، تبغي توضح الراي العام شنو السبب الاختلاف بيناتكم؟ وانتم كابناء مدينه المحمديه خاص تكون يد واحده لتنوير الراي العام في البلاد. عيبش نوضح، وما كاينش ما كاينش ما كاينش خلاف بيناتنا ولا شي حاجه، ربما كاين اختلاف في الرؤيه. هنا كل فيدراليه عندها الرؤيه ديالها وعندها التوجه ديالها وعندها المنظور اللي كتشوف به الاشياء، انما الا اختلفنا في الرؤيه ما غاديش نوصلوا لاحد القطيعه. حنا راه اخوان ديالنا والاخوان ديالنا في الفيدراليه الاخرى راه كنقدروهم، وفي هذا الاطار هذا فعلا انتم مشكورين. في هذا الاطار هذا تم واحد اللقاء من طرف السيد رئيس المجلس البلدي مشكور السيد الحاج محمد المفضل اللي رتب واحد اللقاء اجمع ما بين الفيدراليتين ما بين عبد ربيه كصفه كرئيس فيدراليه محمديه ناتا الفروسيه التقليديه، وما بين سي محمد الضاوي كرئيس فيدراليه الدار البيضاء الكبرى. وتم في الخلاف ربما ذاك اللقاء هذا تم فيه تدويب الخلافات وتدويب الاختلافات اللي كانت ظراها، وتم اتفاق امام السيد رئيس المجلس البلدي على انه جميع التظاهرات ديال الفروسيه اللي يمكن تقام فوق تراب العماله المحمديه غتكون باتفاق جميع الفيدراليتين معا. بالنسبه للسؤال الاخر، الجريده ديال الوطني بريس توفر نسخه من احد ترخيص اللي قال احد النواب من رئيس المجلس البلدي باقامه نشاط لتبوريده قرب مركز مرجان، هل هذا صحيح؟ اولا على التوضيح، الله يجزيكم بخير، على التوضيح ما نبقاش نتكلموا على الترخيص.
لان الترخيص كتسلمو السلطات، ولكن بالفعل كاينه وثيقه مسلمه من طرف ربما النائب السابع ديال السيد رئيس المجلس البلدي اللي كيعطي ترخيص لواحد كيتعامل بلا اولا مسلمه الترخيص المذكور مسلم للمجموعه ديال المقدمين، في حين ان احنا الاتفاق تماما احنا في الاتفاق اللي كان تم امام السيد رئيس المجلس البلدي تم اتفاق على انه جميع التدهورات غتتم ما بين الفيديه الاجتماعيين ويسلموا الترخيص ولا الموافقه للفيدراليتين معا، علما ان الترخيص كتسلمو السلطات وليس الجماعه، الجماعه ربما كتعطي ابداء الراي وتعطي الموافقه. فهل صدرت ذاك اللقاء اللي كان ترتب مؤخرا مع السيد رئيس المجلس البلدي وتم فيه تدويب خلافات، تم اتفاق على انه جميع التظاهرات غتتم ما بين التنسيق ولا التوفيق ما بين الفيدراليتين معا. بالفعل احنا كان وعطى السيد رئيس المجلس البلدي التعليمات ديالو للمصالح المختصه باش اي تظاهره ديال الفروسيه تتم ما بين الفيدراليتين، الا انه بالفعل وصل الى حنا بلغ الى علمنا مؤخرا ان واحد المجموعه ديال الاشخاص كيدوروا بواحد وثيقه ما اصطلح عليها بترخيص، علما ان الترخيص ما كيسلموش الجماعه، الترخيص هو كيسلمو السلطه، ولكن كيدوروا بواحد المجموعه ديال الاشخاص حاملين واحد الوثيقه فيها ترخيص، هاد الوثيقه هي مسلمه المجموعه ديال الاشخاص يعني من رئيس المجلس البلدي الى الساده مقدمي الصرب في بلديه المحمديه، وموجهه ومحدده واحد اللائحه ديال المقدمين و اتفاق ما بين جمعيه دون اخرى. واخا انا الى سالت الاخير غادي نمدكم، غير اللي يمكن اللي بغيت نقول في هذا هذا انه هذه الرخصه هذه كتضرب على في الصميم ما تم اتفاق عليه امام السيد رئيس المجلس البلدي، وكيتم كما كضرب في الصميم اللي من الجيش ولا من اللي الجماعه المحمديه كتعامل مع اشخاص ذاتيين، فهذا التعامل في حد ذاته هو كيضرب في العمق الدور وروح وفلسفه ديال المجتمع المدني وديال الامل الجمعوي. ملي كنشوفوا واحد الهيئه ديال المجلس البلدي بالكيان ديالو بالاركان ديالو بالمصالح ديالو مازال كيتعامل ربما بواحد العقليه وكيتعامل مع اشخاص ذاتيين وكيستبعد ما عرفناش كيفاش تم هذا، كيستبعد هيئات المجتمع المدني والجمعيات ديالنا، وكيستبعد كذلك الدور اللي اناطه الدستور ديال 2011 بالنسبه للمجتمع المدني والجمعيات والدور ديالهم كقوه اقتراحيه وتشاركيه مع مؤسسات الدوله. وما نساوش كذلك مؤخرا الرساله اللي بعث بها صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله السيد رئيس الحكومه، واللي كيحثوا انه كيطلب منه جعل يوم 13 مارس من كل سنه هو عيد ديال المجتمع المدني. في هذا السياق كامل احنا كنتفاجئوا كنستغربوا في السياق كامل كنشوفوا المجلس البلدي مازال كيتعامل مع اشخاص ذاتيين وكيستبعد الدور ديال المجتمع المدني، فهنا كنطرحوا علامه استفهام. كذلك هادشي هذا كيتناقض مع التوجيهات والتعليمات اللي عطى السيد رئيس المجلس البلدي في الاتجاه وعطاها المجلس المختص. ملي السيد رئيس المجلس البلدي كيعطي التعليمات ديالو باش الموافقه ولا الترخيص تعطى الفيدراليتين معا، كنشوفوا انه مصالح الجماعه في واحد الوثيقه عندنا كما قلتي موقع عليها واحد يعني الخليفه السابع السيد الرئيس، وكيوجهها للساده المقدمين وكيحدد واحد المجموعه ديال الاشخاص، فهذا بعدا كتضرب في العمق كذلك التعليمات ديال السيد الرئيس. وين هو السيد الرئيس واش ملي كيعطي التعليمات ديالو ما كتلقاش اذن صاغيه؟ حنا بغينا نعرفوا، بغينا كحنا كمواطنين بغينا نفهموا واش بالفعل السيد الرئيس عطى التعليمات ديالو اولا، التعليمات ديالو ما كتلقاش اذن صاغيه، حنا بغينا حنا غير كنفهموا. كذلك هذه الوثيقه هذه حدات مجموعه ديال الاشخاص محسوبين على الفيدرال محمد يزناته وتحسبوا على الفيدرال البيضاويه، هنا هذه المجموعه ديال المقدمين ما يمكنش لهم يساهموا في حقهم لانهم عندهم الاطار ديالهم اللي كيفتخروا بانتماء اليه وهي فيدرال محمد يزناته الفروسيه التقليديه، يخفوا في وجه اي واحد بغى يطولهم على هذا الاطار ديالهم. كذلك ملاحظه اخرى بالنسبه لهذا ما اصطلح عليه بالترخيص هو انه هذا الترخيص كذلك جاب واحد اشخاص معينين وستنا مجموعه ديال الاشخاص تابعين كذلك للامانه المحمديه، وحنا في هذا المورود الثقافي اللي هو الفروسيه التقليديه ما يمكنش انك تجي وستني بعض الاشخاص، لان هنا في التعامل مع هذوك الناس ديال القبيله هذو مجموعه ديال الناس ديال القبيله، هذو راه ماشي مجموعه ديال الباعه المتجولين ولا مع احتراماتنا للباعه المتجولين والقطاع غير المؤكد، ولكن التعامل ديال الاداره ما خصوش يكون كذلك بالمثل. دونك هذو ابناء ديال القبيله عندهم واحد الرغبه ملي كيكون الموسم خصو يدخل ليه، واخا ماشي يكون حنا في الموسم ديالنا كنعيطو كنستدعيو
لانه موسم ولا المهرجان حدد شنو هو تبادل ديال الافكار تبادل ديال 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 ديال, ديال القبائل اللي كيتعرفوا بيناتهم وكيتبادلوا بيناتهم وكيتبادلوا الخيول وكتبادلوا الزيارات والمهرجانات والمواسم بكري راه كانت مناسبه كذلك للقبائل وكتزاوج فيما بينها لان القبائل ديال الموسم مع الموسم كتجي هذه القبيله وكتجي قبيله اخرى وكيتناسبوا بيناتهم وكذا دونك كنقول انه ما يمكنش لنا ملي كتكون شي تظاهره نشدوا اشخاص بعينهم ونسكنوا اشخاص اخرين لان ما يمكنش نتحكموا في هذه العمليه هذه. تم اقحام السربار ديالكم داخل اللائحه المذكوره واش كان هناك اذن من الفيدراليه ديالكم واش خاصه بكم؟ بالفعل احنا كنستغربوا كذلك انه تم اقحام السربه ديال البرادعه ماشي السربه ديال البرادعه المجموعه ديال السرب اللي تابعين الفيدرالية محمدية زناتة الصربه ديال البرادعه الصربه ديال الشيادما الصربه ديال السي محمد عبد المومن الصربه ديال الشحيمه الصربه ديال هادو كلهم منتمين للفيدراليه المحمديه زناتة الفرسيه التقليديه وكيفتخروا بالانتماء ديالهم للفيدراليه المحمديه زناتة الفرسيه التقليديه يعني كيطعنوا في اي تطاول اللي كيمس الاطار الجمعوي ديالهم هما بالفعل ان تضمين اسماء ديال المقدمين كينتميوا لواحد الاطار اللي هو فيدرالية محمدية زناتة الفروسيه التقليديه وكيتم اقحام ديالهم بطريقه توحي الى انهم كينتميوا لواحد الفيدراليه اخرى فهذا تطاول وهذا كيمس بالكرامه ديال هاد المقدمين هذا انا كنتاسفوا لهذا الواقع هذا وكنتبرؤوا من هاد الناس بعد اللي تعطاهم المجموعه ديال المقدمين على ذكر هاد المجموعه ديال المقدمين هما مقدمين كيعتبروا راسهم انهم ما كينتميوا لا لفيدرالية محمدية زناتة ولا الفيدرال البيضاويه وحنا كنعرفوا هذه المجموعه ديال الاشخاص وكنعرفوا التوجه ديالهم وكنعرفوا علاش كيهيئوا وكنعرفوا شكون اللي موراهم فبالتالي حنا كنطلبوا هذه المجموعه اذا كانوا مجموعه يخرجوا علانيه للوجود ويبينوا راسهم ونتعاملوا معهم كهيئه مهيكله باختصار الفيدرالية ديالكم ديال زناتة واش بغات هذا المهرجان ديال الفروسي يكون حدا مرجان وحدا مهرجان؟ حنا ما عندناش حتى شي اشكال على الموقع ديال المهرجان شريطته انه يتم التنسيق مع الفيدراليه ديالنا في اي تظاهره كتخص الفروسيه التقليديه هادو مجموعه ديال الاشخاص كيمثلوا تقريبا 34 مقدم الصربه عندهم الوزن ديالهم عندهم هيئه مستقله ديالهم كيطالبوا غير بالاشراك ديالهم في اي تظاهره كيطالبوا من السلطات المحليه اي حاجه كتتعلق بالشان ديال الفروسيه التقليديه يتم الاقحام ديالهم والتشاور ديالهم لانهم عندهم ابداء الراي عندهم ملاحظات ديالهم ما كيهمش البلاصه فين يمشيو شريطه يكون توافق نعيطوا على كاع الناس المهتمين بالفروسيه ونتوافقوا معاهم ولكن ان يتم تجاهل هاد الاطراف والتشاور مع اطراف دون اخرى فهذا بحد ذاته هذا كيخلق فتنه والبلبله في واحد القطاع اللي هو الفروسيه التقليديه وفي واحد القطاع يعني التفريقه يعني ملي كنشوف هاد الترخيص ما اصطلح عليه بترخيص بين المتزوجيتين هو يمص في العقل وكيضرب كذلك ما كيضربش العمل الجمعي وكيضرب اكثر منه كيضرب ابناء القبيله الواحده لانه ملي كيحدد واحد المجموعه ديال الاشخاص وكيستثني اشخاص اخرين فهذا الضرب في الامر كيضرب ابناء القبيله الواحده للاستعمار على ذكر هذه القضيه انه الاستعمار ما استطاعش انه يفرق ما بين القبيله الواحده وكنت اسفه انه دابا في ظل الاستقلال كنشوفوا انه السلطه ولا جماعه مصالح الجماعه بالتسليم ديالها لهذا ما اصطلح عليه بترخيص المجموعه ويستثنى اخرى فهو كيقلب على التفرقه وكيقلب على الشتات وحنا كنتصدوا لكل ما اوتينا من قوه لهذا الفكر الانفصالي والفكر التطرفي انجاز التعبير وكنقولوا بانه الاستعمار ما قدرش يفرق بيناتنا وحنا غنبقاو دائما متسامحين كما قلت لك ان كان اختلفنا في الرؤى فغنمشيوش الى حد الفصيله واحد القطاع وكنبقاو ديما خصنا هذا الميدان ديال حنا كنستغربوا ما وقع بالسيمه الترخيص لانه كاين واحد النيه مبيته وحنا كنطالبوا للسلطات المختصه ولجميع المهتمين باش نوقفوا الحقيقه شكون مور هذا الشيء السيد رئيس المجلس البلدي كياخذ اللقاء مشكور وكيعطي التوجيهات ديالو والتعليمات ديالو مصالح الجماعه كتقوم بشيء يتنافى وما اعطي لها من توجيهات فهنا بغينا نعرفوا تحليل المسؤوليه شكون اللي قام كذلك ملي كنقولوا هنا التفريقه وكيتسني هنا راه التفريقه وحنا كنصدوا لكل المتطرف لان حنا كنعتبروا ان الفروسيه التقليديه هي ملك لابناء القبيله وملك كذلك لابناء الوطن وغنبقاو متبقين بالافكار ديالنا وشكرا وكذلك كنبغيو نذكروا على ان المغرب العزيز هو في حاجه ماشه وفي حاجه ماسه للم الشمل جميع الابناء ديالو وليس السعي التفرقه فيما بينهم وهنا كنستنقلوا الترخيص
أو لما اقترح عليه بالترخيص لتوجه المجموعة ديال الأشخاص هادو، وكان نتبرؤوا من الجهة المسلم لها والجهة التي قامت بإقحام ديال المقدمين في هذه اللائحة اللي عندهم واحد الإطار جمعوي ديالو ينبغي احترامه وعدم التطاول عليه. وكنعتبروا بأنه يجب دعم الحفاظ على هذا المورود الثقافي اللي هو الفروسية التقليدية، ولا يجب بأي حال من الأحوال تسييسه أو إقحامه في حسابات سياسوية ضيقة، لأننا نعتبر أن الفروسية التقليدية بالمحمدية هي ملك لجميع أبناء القبيلة ولجميع أبناء الوطن. وشكرا.